Much of this inequity has been driven by the fact that globally vaccine production is concentrated in a few mostly high-income countries. One of the most obvious lessons of the pandemic, الأكثر وضوحا من الجائحة هي أن هناك حاجة ملحة لزيادة الإنتاج المحلي من اللقاحات وبصفة خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. ولهذا فإنه في شهر إبريل الماضي أصدرت منظمة الصحة العالمية دعوة لنقل التكنولوجيا لتصنيع اللقاحات وكذلك تقديم التسهيلات لإنتاج اللقاحات للدول منخفضة ومتوسطة الدخل والقيام بعمليات التدريب ومنح التراخيص الخاصة بذلك. وفي شهر يونيو في العام الماضي أعلن قرارنا بتأسيس هذا في جنوب أفريقيا وشراكة بين منظمة الصحة العالمية ومؤسسة البايوفاك من جنوب أفريقيا والمجلس الجنوب أفريقي وهيئة الحماية والوقاية. وأيضا وكما نتذكر من زيارة العام الماضي للسيد ماكرون كانت ركيزة أساسية في هذا العمل. وأيضا نقدر الدعم الذي تم تقديمه من بلجيكا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج. وكان لي الشرف أن يكون لي الفرصة في أن أزور هذا المركز بالعام الماضي. وأيضا التقيت مع الرئيس رامافوزا وكان هناك نتائج إنتاجية بالإعلان عن أنهم كان أنتجوا اللقاح الخاص بهم بناء على المعلومات المتاحة علانية حول تركيب اللقاحات الموجودة. وبعد ذلك التقيت مع الرئيس رامافوزا وشعرت أن الموضوع في أيدي أمينة وهناك التزام من سيادته الرئيس رامافوزا وأيضا التزام قوي من كل المؤسسات المعنية والنظام لإنجاز هذا العمل. ونتوقع أن يكون هناك تجارب سريرية تبدأ في الربع الأول من هذا العام وتكون الموافقة في عام 2024. وهناك أيضا العديد من الخيارات الأخرى ونتوقع أن يكون هناك فوائد لهذه هذه الخطوة من خلال إنتاج العديد من التطعيمات الأخرى الخاصة بالسل وأيضا العلاجات الخاصة بالسرطان. وإذا نحن نعني بعلاج كل المشاكل الصحية التي نواجهها ليس فقط في جنوب أفريقيا، إن الأمر لأفريقيا ولكل العالم، لأن المنتجات ستتم توزيعها في كل أنحاء العالم. واليوم يسعدني أن أعلن أول 6 دول أفريقية قامت بنقل التكنولوجيا وبدأت في إنتاج اللقاحات الخاصة بها هي مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس. إن منظمة الصحة العالمية سوف تعمل مع الشركات والحكومات في كل دولة لتطوير خريطة الطريق للتدريب والإنتاج بناء على حاجاتهم وقدراتهم. ويشرفنا أن يكون معنا رئيس كل هذه الدول الستة ومعنا أيضا الرئيس ماكرو والرئيس شارل ميشيل والسيدة فوردر لاين. وهناك دعم كبير من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وكل هذه الجهات كانت تساعدنا في هذه النقطة. لذا أريد أن أقول لهم شكرا جزيلا وشكرا للجميع ونتطلع لتعاونكم جميعا لجعل هذا المشروع ناجحا لأفريقيا أكثر صحة وأكثر سلامة. رأيت أمس من هذا المشروع أن الخيار الوحيد لدينا هو النجاح، الفشل ليس اختيار، وهناك التزام من كل القيادات. أشكركم ونعود إليكم. شكرا سيدي المدير العام.